بلاد اللغات الهدات الكرام وحسن الكتاب الذي لا يضام. يا لي محمد دلاي لاعب منتخب موريتانيا. صحيح هذه مرتنا الثالثة للتأهل لبطولة الأمم الأفريقية، لكن كما تعرف الأولى كانت نقولوا كانت جيدة مو جيدة، لأن خسرنا المباراة الأولى ومباراة تعادلنا مباراتين وشاركنا الثانية ما كانت جيدة، لكن هذه المشاركة كل اللاعبين كانوا جاهزين كله حتى مدرب جديد وكلهم باش يمشي باش يعمل بطولة جيدة. الحمد لله ربي وفقنا تعالى للدور الثاني الحمد لله. المباراة الجاية كانت مباراة صعبة صعبة جدا بالخصوص ضد منتخب زيادة، تعرف ضغط عندهم لاعبين كبار، لكن اللاعبين انا شخصيا كقائد الفريق تكلمت مع اللاعبين وصديقي علي بيت كقائد ثاني تكلمنا مع اللاعبين، قلنا مباراة صعبة مباراة صعبة راح تكون صعبة، لكن الان كرة ما فيش فريق كبير وفريق صغير، كل الفرق كيف سواسية، ولازم عزيمة نفس الروح اللي لعبنا فيها اول مباراتين امام زيادة راح نخرج ان شاء الله بنسبة جيدة ان شاء الله. صح بعد ما سجلنا الهدف كان مباراة فيه ضغط كثير، لأن الجزائريين كما ترى عندهم لاعبين كبار، لكن نحن في الشوط في نهاية الشوط الأول بقرب كلمنا واضح يعني مازال في 50 دقيقة مش 45 دقيقة، لازم روح رجال، لازم يكون في رجال، المباراة تحتاج زلمة فاهم. والله احساس ما نقدرش نقوله لك، لان احساس كان جيد بالخصوص انا اللي مسجل الهدف للمنتخب، وكان اول مره نتأهل للدور الثاني في البطوله الافريقيه، لكن مش انا اللي نقول لك اني انا اللي مع جماعه كل جماعتي كل هم اللي عملوا كل شيء باش ربي يوفقنا في هذه المباراه، والحمد لله يا ربي يوفقنا. الجمهور طالب منهم حاجه واحده كما عودونا دوما معنا يساندونا، وزيد عاد يصبروا علينا شوي، لان ان شاء الله مع الوقت ان شاء الله منتخب راح يكبر اكثر، وان شاء الله يا رب يوفقنا.